أو خليلي في التغطية. خليلي حذاري حذاري حذاري. يا لقطة ولا في الأحلام ولا في الواقع ولا 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 أطرف لقطة ربما في تاريخ الكرة الجزائرية. كيف أخطأ وشويح وكيف مرر وأراد أن يسجل يشير ربما أرضية الميدان سبب، لكن تبقى لقطة طريفة جدا جدا. يلا يا زيد احنا في انتظار اللقطة. شوف سعود ثلاث دقائق فقط. شكرا وسيلة. شوف توقيف هذه الكرة، ضياع هذه الكرة، وجه لوجه، إلى أين؟ خارج. ما سمحلوش فيها كما يقول العاميه موش مسامع لهذه الكره. والله والله ما نتكلم على يشير. يشير ضيع كل جمهور، كل جمهور نهضروا على الميدان ونهضروا خاصه على الحارس لما تشوف